قتل 13 شخصا على الأقل في تفجير استهدف حافلة عسكرية في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السورية. وأفادت الوكالة بأن التفجير ناجم عن انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق، معلنة عن سقوط 13 قتيلا وثلاثة جرحى في حصيلة أولية. وأشار المصدر ذاته إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير. وشهدت دمشق خلال السنوات التي مضت انفجارات ضخمة أدت إلى سقوط عشرات القتلى، وتبنت معظمها تنظيمات جهادية.